بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. حبيبي النهارده ان شاء الله هنعمل لكم بقى ايه، هنعمل فخده، فخده بتاعت معزه صغننه كده ان شاء الله. الطريقه جميله جدا وهتعجبكم ان شاء الله. والطريقه دي بقى، الحاجه دي، التتبيله دي والطريقه دي ممكن تعملوها على اي حاجه انتوا عايزينها، على لحمه، على فخده، على ضاني، على شمبري، على بيتلو، على اي حاجه، على ممكن كمان على طيور، يعني تعملوها على اي حاجة انتوا عايزين تعملوها عليها. التتبيلة وطريقة روعة جدا هتعجبكم ان شاء الله. بصوا بقى، هي عندي الفخدة دلوقتي ايه، انا غسلها ومصفياها، ماشي. هي 2 كيلو بس، وزنها 2 كيلو، يعني هي كانت معزة صغيرة، ماشي. فانا هخرمها بس كده تخريم كده بسيط، يعني ايه، هخرم كل الحتت كده بس تخريمه كده ايه. بسم الله الرحمن الرحيم، عشان كل التتبيله بقى والحاجه اللي هنحطها عليها تبقى ايه، تدخل فيها كلها، ماشي. هي ما فيهاش دهون كتير بس ايه، حاجه ممتازه يعني، ان شاء الله تتبيله جميله ووصفه روعه روعه. دلوقتي انا عندي بقى، بصوا هنا دلوقتي، في دول طماطمتين كبار، 3 طماطمات صغيرين متقطعين صغير، ودول بصلتين مفرومين، على شويه، على قرنين فلفل احمر واخضر، ودي معلقه من الزبده، ودي معلقه توم باودر، توم مفروم، نص معلقه كبيره، نص معلقه من اللي هي المعلقه دي، نص معلقه توم باودر، توم مفروم، ماشي. حاجات بسيطه، مش هنحط مكونات كتير. وعندي هنا دول 3 كاتشب من اللي هي الكيسه ام جنيه دي، اللي بجنيه. لو عندك كاتشب في الازازه ممكن تحط معلقه او 2. ده معلقه دبس الرمان، هنحط معلقه. دي صويا صوص، هنحط منها معلقتين. بسم الله الرحمن الرحيم. وده الملح، هنحط ايه، معلقه. الملح طبعا على حسب الرغبه وعلى حسب الكميه بقى، يعني انت شوفي الكميه اللي انت هتعمليها هتحط عليها قد ايه. ودي توابل بقى، انا بهارات انا عاملاها وهنزل لكم اللينك بتاعها. هنحط منها معلقه واحده بس، اهي معلقه هرميه كده مليانه، هنحطها على الايه، على التتبيله، على حاجه. يبقى كده ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، التوابل والبهارات والحاجه دي مش يعني التتبيله دي، البهارات دي فيها كل حاجه انت عايزاها. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط بقى معلقه الملح، عشان هي الوزن بتاعها مش كبير قوي، فانا هحط معلقه واحده. انت ممكن اي حاجه ممكن تعمليها بالطريقه، يعني تحطيها على اي حاجه انت عايزه تحطيها، يعني ممكن لو حتى لحمه مكعبات ممكن تعمليها بنفس الطريقه، لحمه شرايح، لحمه اي حاجه، هي تتبيله تنفع لكل حاجه وجميله جدا وهتعجبك ان شاء الله. وانا فضيت الكاتشب خلاص، ماشي. هنحط معلقه من دبس الرمان. بسم الله الرحمن الرحيم. تقيل كده ومركز شوية زي العسل كده، هنحط معلقة اهي، تمام كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط معلقتين من الصويا صوص، المعلقة عشان فيها دبس الرمان لازق، فايه نزل عليها كتير. ده بقى، بص بقى التتبيله بقى دي كلها، ماشي. نحط كل الحاجه دي اهي، ماشي. هنجيب نسيت اقول لكم ان في الفلفل ده والبصل، حتى فرمه معاهم مكعبه كده، يعني ايه، من الجنزبيل الفريش، ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط كل الحاجات دي بقى مع بعضها اهي، سهله سهله خالص وبسيطه وجميله. الطماطم انا خدت منها شويه صغيرين، حطيتها على ايه، حطيتها في الصينيه عشان بحط عليها ال، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا، بسم الله الرحمن الرحيم، كله كده اهو، بسم الله. تدعكيها كده ايه فيها، بسم الله الرحمن الرحيم. وحته الزبده دي انا حطيتها انها تديها طراوه، يعني تدي طراوه
الحاجة اللي انت حطها وتخليها جوسي كده حلوة لذيذة يعني، متبقاش ناشفة، وحتى لو ما فيهاش دهون ما تبقاش ناشفة منك. الزبدة دي انا عاملاها جميلة جدا، طريقة الزبدة الأصلية اللي هي بتتباع في المحلات بتاعة الشركات، انا عاملاها في البيت روعة جدا جدا، مش اللي هي الترند اللي انا عملتها قبل كده دي، وكانت بصراحة مش مظبوطة، وانا بصراحة شلتها من الكنو. انا بحط لكم برضو الطريقه بتاعتها، جميله جدا، عامله زي السمنه، زي الزبده البلدي، والله احلى من الزبده اللي احنا بنجيبوها من المحلات عادي، من السوبر ماركت، عامله زي الزبده البلدي بالظبط. تحطي معلقه على اي حاجه تعمليها بتبقى جميله جدا. دلوقتي بصوا اهو كل الحاجه كده التتبيله اهي، ماشي. احنا ممكن دلوقتي ايه تسيبيها، ممكن تسيبيها لو عايزه تسيبيها تعمليها بنفسك. انا كل الحاجه اهي من ناحيتين من جنبينه، بصوا بسم الله ما شاء الله، من جنبين كله واخد الايه التتبيله. انت ممكن لو عايزه تعملي تتبليها كده وتحطيها، معلش بقى انا ما استخدمتش جوانتي وكده، بس ايه بصراحه الواحد يعني بيحب يمسك الحاجه عشان خاطر برضو ايه الجوانتيات بتضايق الواحد، متخليش الواحد يعرف يتحكم في الحاجة كويس. انت ممكن تعملي التتبيلة كده، تتبليها بالشكل ده وتغطيها وتبيتها في التلاجة لو عايزة تبيتها في التلاجة، هتشرب التتبيلة كويس قوي وهتبقى معاكي احلى واحلى واحلى، ماشي. بس انا هي عشان خاطر صغيرة يعني وكده، فانا ايه هعملها يعني على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. التتبيلة بقى، بص انا حطيت شوية طماطم من اللي انا كنت حطاها قبل كده تحت اللي انا قطعتها ووريتها لكم تحت الايه تحت الفخذ، فانا هحطها اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. احط كل بقيه التتبيله عليها اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. هتبقى حاجه تحفه تحفه وجميله قوي. اي حاجه عايزه تعمليها بيها تبقى جميله قوي، التتبيله وريحتها روعه والطعم بقى خطير، هيعجبكم قوي ان شاء الله لما هتجربوه، ماشي. انا مولعه يعني قبل ما تبداي بقى فيها كده، لو ايه تولعي الفرن وتسخنيه كويس قوي. انا دلوقتي هنغطيها بورق فويل، ماشي، وانا مسخنه الفرن مولعه ومسخنه يعني سخن جامد، فانا هحط بقى هحطها على نار عاليه لمده ربع ساعه، وبعد كده هخلي النار هاديه جدا وايه واسيبها تستوي على نار هاديه خالص. هتنزل بقى كل هتنزل الصوص بتاعها والميه والحاجات دي، البصل والطماطم والحاجات دي، هتنزل ايه هتنزل الميه بتاعتها وهتشربها بقى تاني. هنوريكم بقى الشكل النهائي لما تستوي، هتبقى حاجه روعه ان شاء الله. بصوا حلوين دلوقتي، انا حطيتها بعد ما حطيتها في الفرن، بسم الله الرحمن الرحيم، لمده ساعه الا ربع، يعني هي فات عليها ساعه الا ربع، انا بس هوريها لكم يعني بعد ما فات عليها ساعه الا ربع عشان خاطر ايه تطمنوا يعني الوصفه انها مظبوطه وحلوه وهتبقى جميله ان شاء الله معاكم. بصي لما تيجي تفتحي اي ورق فويل، اي حد يجي يفتح ورق فويل ما يفتحوش على وشه على الجنب اللي هو واقف فيه، ده يفتحها على الاتجاه التاني عشان خاطر البخار والحاجات دي بتبقى ايه تطلعش على وشك. بسم الله ما شاء الله، بصوا الجمال. بصوا هو بقى لها ساعه الا ربع بس، يعني بصوا العصاره والحاجات اللي عليها دي، بسم الله ما شاء الله. بصوا بصوا العصاره قد ايه، بصوا كل بصوا التتبيله وكل الحاجات دي اهي، كل ده بقى تشربه ويبقى جميل جدا. انا هغطي عليها برضو لسه، بسم الله ما شاء الله، يعني هي عشان صغنونه فهتستوي بسرعه ان شاء الله، فهغطي عليها ولحد ما تستوي على الجنب ده هقلبها على الجنب التاني كمان، يعني حوالي نص ساعه ولا حاجه اقلبها على الجنب التاني، وبعد كده لما تستوي خالص هوريكم بقى الشكل النهائي ليها. هنحمر وشها، نشيل الفويل من عليها ونحمر وشها ونوريكم الشكل النهائي ليها ان شاء الله. بصوا بقى حلوين دلوقتي، انا طلعتها اهو بعد ساعه الا ربع كمان، يعني ساعه اخدت كده ساعه ونص. نفتحها، بسم الله الرحمن الرحيم، انا وريتها لكم الاول قبل ساعه او ساعه الا ربع، ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بسم الله ما شاء الله، هي الصينيه طبعا يعني عندي ايه الحته بتاعت الفخده دي اتفكت يعني منها، اتفتحت كده يعني ايه، بتاخد بقى وضعها عشان خاطر تستوي كويس. فانا دلوقتي هغطيها برده، حطيت احط من الصوص ده عليها، بسم الله الرحمن الرحيم،
واغطيها تاني بورق الفويل واخليها برضو في الفرن، الفرن على نار هادية مش على نار عالية، ونسيبها تكمل سواها. وبعد ما تستوي خالص من الجنبين هحمرها من الجنبين واوريكم بقى الشكل النهائي ليها ان شاء الله. بصوا بقى يا حبيبين الجمال بقى الشكل النهائي التحفة ده. بعد ما استوت خالص انا بقيت قلبتها يعني حمرتها على الجنب وقلبتها على الجنب التاني بقت بالشكل الجميل ده. بسم الله ما شاء الله احلى حتة لحمة هتاكلوها، تحفة تحفة. بصوا بسم الله ما شاء الله، بصوا جميلة ازاي زبدة. بصوا بسم الله ما شاء الله ما شاء الله، حاجة يعني من منتهى الجمال والروعة اهي. بصوا بسم الله الرحمن الرحيم، بصوا الجمال مستوية وروعة جدا اهي، وتحفة تحفة تحفة، طعمها روعة، هتعجبكم ان شاء الله بالطريقة دي، هتعجبكم جدا. انت ممكن تعملي خروف او عجل او اي حاجة بنفس الطريقة دي، هتعجبكم جدا ومن غير ولا نقطة مية، مشوية يعني. وبرده الرز ده انا عملته حطيت معلقتين معلقة زبدة وشوية زيت، وحطيت معلقة بهارات من اللي انا التوابل اللي انا قلت لكم عليها اللي انا عاملاها دي، وعملت الرز عادي وحطيت فيها الرز وعملت رز عادي خالص بلدي يعني بالشكل الجميل ده، وطعمه تحفة تحفة تحفة، احلى من اطعم محل تاكليه بره، حاجة نظيفة وانت عاملاها في البيت. اتمنى الفيديو يعجبكم ان شاء الله، ولو عجبتكم الوصفة يا ريت تعملوا لايك وشير، ومع السلامة.